السلام عليكم الدراري، السلام عليكم الدريات، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نمشي عند واحد الدري، غادي نلبس اللبسه تاعو ونمشيو معاه، وغادي نوريكم الاجواء كيفاش تيكونوا في الحفله تاع الجر ان زكان. المهم دروك يلا وصلنا للطرن ياسين، الله خرج ليا من داك الفوق، الله طلع ليا من الشرجم. غادي نزيد عليا دروك باش نطلع ونشوفوا اللبسه ديال ياسين. ياسين هو الدري اللي كنت نخيطو وتنقادو مع الجلود من الاول. واو ربي ياسين، الناس يسولوا عليك اصاحبي. انا ياك كلشي هذاك كلشي مزيان بسم الله. السلام عليكم. اش الدراري هذا هو اللي زردني البارح. اي اخويا هذيك الضربه اللي ضربتيني و تنقول لك باقي غير شويه ضرني كاع اليوم. واحد شو هذاك هذا ما بديدي شرب وليدي اللي صام شرب بارد صح صليك لينا في مواطرة احنا جايين نودنا لها يا شكون جا شكون جا ديما معطل نتايا ديما معطل انا كنجي بغيت نشوف خويا هذاك صافي زكريا دابا تريقل ان شاء الله بقى ياسين دابا هما تيقدوا ليه الدراري اللمسات الاخيره عرفت خاصكم تشمو ديك الريحة اللي تنشم دابا وناضية هيك ياسين شحال جا خويا
الدراري دابا يلا لبسوها هما من مورايا غادي نتلاقاو في الجر ان شاء الله. صورنا صورنا
صاحبي ديما ضر الراس ديما ضر الراس لا عاود عاود الدريات هنا لافان تاع الفيديو ما نساوش لايك 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 بارطاجو مع الدراري صحابكم درنا الماكسيموم باش ندخلوا لداخل نقربوا المنصه ولكن ما قدرناش هذا الشيء اللي قدرنا عليه مهم نقول لكم كي عاور ربي.